ودعنا السيد الوالي وقدمت روحي لإطارات الجهوية والمسؤولين على المنظمات الوطنية في الولاية، وكل عزم إن شاء الله باش نتعاونوا بهدف وحيد هو تطوير التنمية بهذه الولاية التي تستحق كل الدعم، ويدي ممدودة لكافة الأطراف، ولن أنتهج إلا الحوار ثم الحوار ثم الحوار مع كافة الأطراف. وإن شاء الله فما وفد وزاري باش يزور ولاية قفصة من هنا إن شاء الله قبل موفى شهر أفريل، ثم مجلس وزاري خاص على ولاية قفصة وباش تدرسوا فيه إشكالية التنمية بصفة عامة. التنمية راه مشكل في ولاية قفصة كاملة من آخر بالخير إلى آخر رديف، وإن شاء الله فما كان الخير لهذه الولاية المناضلة.